ذكرت أن يوحنا المعمدان تكلم بالحق لكن دفع الثمن. بطرس عندما تكلم قال بالحق أنا أجد أن ليس عند الله محاباة. الكلمة أيضا تعلن عن يسوع أنه الحق، لأن كلامك هو حق. عدة مرات قال يسوع الحق الحق أقول لكم، هذه الجملة المشهورة ليسوع المسيح، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. بيلاطس سأل عند محاكمة يسوع ما هو الحق، وعندما نظر إلى وجه يسوع المسيح قال لا أجد علة فيه، فهو كان أمام الحق المجسم أمام شخص يسوع المسيح. أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. فالمسيح هو الحق المطلق، ويعلن هذا الحق بروحه.